ايش سالفة فهد الحيان؟ وهل فعلا توفى ولا الخبر اشاعة؟ فهد الحيان ممثل كوميدي زرع الحب والابتسامة في قلوب، وكانت له اعمال جدا كثيرة وابرزها تمثيله مع طاش مطاش. ومن منا ما يعرف هازارد اللي كان يزرع الضحكة والمحبة في كل حلقة، ولكن ما توقعنا ان هازارد بيجي اليوم اللي راح يصدمنا بوفاته. ايه نعم يا بعد قلبي، للأسف انتقل الى رحمة الله هازارد اللي هو فهد الحيان، وتوفى في يوم الاثنين بعد صراع مؤلم مع النوبة القلب. اسأل الله العظيم ان يجبر قلوب عائلة الحيان، وبالذات البنت اللي حرفيا كاسر خاطري اللي في التيك توك. جعل الله مثواك الجنة يا فهد الحيان، اكتب استغفر الله ولايك فولو وفمان الله.